مبدئيا بدنا نعرف ايش هو الاي بي جيز. موجودات الفيديوهات على نفس المنصه عندكم. هون يا شباب بحاله الاي بي جيز ارتيريال بلاد جاز، ايش يعني ارتيريال بلاد جاز؟ ارتيريال بلاد جاز اللي هو فحص غازات الدم. طبعا بلاد جاز غازات الدم، لكن هون نفحصه ايش؟ ارتيريال، فحص غازات دم، مع انه ناخذ عينه من الشريان. في فينوس بلاد جاز اللي هو بناخذ عينه من الوريد وبنفحص غازات الدم. شو اللي بيفحص لنا غازات الدم او كيف بدنا نعرف غازات الدم؟ عادي بتيجي على هذا البني ادم بتقول له افتح ايدك، وهون بتتحسس باصبعك هون، تمام، باصبعين او ثلاث اصابع زي ما انت بتحب، بتتحسس النبض. طبعا النبض تحت الابهام، في هون زي عظمه موجوده ورا العظمه هاي، مباشره لو حطيت الثلاث اصابع هون حتبلش تحس النبض. عند مكان النبض بس تحدد مكان الشريان، بتجيب ابره خاصه للاي بي جيز وبتدخلها بشكل راسي هيك 90 درجه، تدخل على الشريان، بتشوف الدم زي النافوره بلش يطلع داخل ايش؟ داخل الابره. بعد ما اخذنا احنا هاي العينه بنروح على جهاز هالقد هيك حجمه قد المايكرويف تقريبا، وفي له فتحه بتفتح الغطاء تبعه بيطلع لك ايش؟ زي مسمار، بكون نازل مسمار، بس تفتح الغطاء بيرتفع المسمار تلقائيا هيك بحكي لك، تمام؟ بس يرتفع هذا المسمار، بتحط فيه قطعه على راس الابره وبتدخلها بالجهاز، بقوم المسمار هذا بيسحب كميه من الدم لوين؟ لجوا الجهاز، وببلش الجهاز يعمل حاجات منتل سيرتي، وبقول لك هاي النتيجه، بطلع لك اياها ورقه مطبوعه، تمام؟ الورقه المطبوعه الورقه المطبوعه هاي يا شباب حتلاقوا عليها مجموعه كبيره من القراءات، كويس؟ حناخذ اهم القراءات والاشياء اللي بتهمنا مبدئيا. شو بنشوف على الورقه هاي يا شباب؟ رقم واحد اللي هو البي اتش. شو يعني بي اتش؟ البي اتش يا شباب هو عباره عن مقياس لحمضيه ايش؟ او قاعديه اي شيء مش بس الدم. هون حنستخدمه للدم، تمام؟ البي اتش بالكيمياء يا شباب، بالكيمياء في عندنا الخط هذا البي اتش، سوري طلع خط معاق. الخط تبع البي اتش يا شباب حيكون منتصفه 7، تمام؟ 7 هون شو ماله؟ نيوترال، لا هو الكلاين ولا هو اسيدك. اي شيء اقل مثلا هون 1، اي شيء اقل من 7 شو؟ نعتبره اسيد، واي شيء اكثر من 7 بنعتبره ايش؟ الكلاين. الكلاين اكثر من 7. هذا الحكي وين بيزبط يا شباب؟ بيزبط بالكيمياء، بيزبط بالطب؟ بالطب لا بيزبطش عندنا. النورمال بي اتش عندنا بالطب يا شباب مختلف تماما. النورمال بي اتش هاي 7، في عندنا هون جنبها اللي هو قراءة اسمها 7.35 لغاية خلينا نحكي هون تقريبا اللي هي 7.45، هاي المنطقة هاي بنعتبرها النورمال بي اتش للبلد. إذا نقص عن 7.35 بنسميه أسيدوسيس، إذا طلع عن 7.45 بنسميه الكالوسيس. لغاية الآن متفقين؟ إذا حمضية أو قاعدية الدم يا شباب تعتمد على إيش؟ على المقياس الأساسي تبعنا اللي هو البي اتش. البي اتش مقياس اخترعوه جماعة الكيمياء، قالوا إن إحنا بنقيس حمضية أو قاعدية إيش؟ أي شيء، وكيف نفحصه؟ عن طريق ورقة عباد الشمس نيترازين تيست، وبتشوف شو بتغير لونها، هيك بفحصوا جماعة الكيمياء. احنا تطورنا هسه وبلش صار عندنا ايش؟ اجهزة، فبنعطي عينة الدم للجهاز ولحاله الجهاز بقول لك والله البي اتش تبعك 7.4 مثلا، which is normal مثال. اذا normal blood بي اتش يا شباب 7.35 ل 7.45، هي حفظوها مهمة جدا حفظ، ما تنسوها ابدا، لانه اذا ما حفظتوها ما حتجيب السؤال. اقل من 7.35 بنسميه اسيدوسس، اكثر من 7.45 بنسميه الكالوسس، تمام؟ رقم اثنين يا شباب على الورقة اللي نفسها اللي حكينا عنها اللي مطبوعة معانا، حيطلع اشي اسمه PaCO2 اللي هو البرشر، ضغط ثاني اكسيد الكربون داخل الارتري. وبايش يقاس كونه ضغط؟ الضغط يقاس بالكيلو باسكال، بالمليمتر ميركوري، ايوه بالمليمتر ووتر، هذا الضغط هيك ينقاس. عندنا احنا هون حنقيسه بالمليمتر ميركوري، تمام؟ الطبيعي يا شباب بحالات الدم انه يكون ضغط السي او 2 ما بين 35 لغايه 45 ملم متر. شو معنى هذا الكلام؟ يعني لو هذا الضغط جبناه ووزناه حيساوي نفس الضغط الذي يفعله عمود من الزئبق ميركوري، زئبق، عمود من الزئبق طوله او ارتفاعه 35 الى 45 ملي. هيك معنى
هذا الضغط، تمام؟ طيب هسا لو جينا نقول ايش الاشي اللي بيأثر على السي او 2 يا شباب؟ السي او 2 مين بيتحكم فيه؟ احكوا لنا. هيتحكم فيه الرئتين. تعالوا خلينا نشوف هون ايش بيتحكم بالسي او 2 و نشوف بالضبط ايش. السي او 2 يا شباب موجود بالدم وينقل عن طريق الرئتين، فإذا زادت التهوية اللي داخلة واللي طالعة من الرئتين حيصير في عندنا هون آخر إشي بالرئتين اللي هم الآليفيولاي، الأكياس الهوائية اللي بيدخل الهواء منهم هون، وبتلاقي الدم بيمشي هون البلاد، فبالتالي بصير تبادل لهي المواد إيش؟ عن طريق البلاد إير بارير، هذا الحاجز. فهذا هون السي أو 2 يا شباب حيصير يطلع لبرا، بيطلع لبرا، بيطلع لبرا باسيفلي بدون أي طاقة لحاله عن طريق فرق التركيز. إذا كان تركيزه هون عالي ببلش يطلع أكثر، إذا التركيز هون قل ببلش إيش؟ كمان يطلع أكثر لأنه التركيز هون قل. فبالتالي إحنا لو تنفسنا أسرع رفعنا الريسبيراتوري ريت، إيش حيصير؟ حيمر الهواء ويطلع، حيمر الهواء ويطلع، كل مرة بدخل علينا هواء جديد بي سي أو 2 قليل، فبالتالي حيصير في عنا إيش؟ ما يسمى بـ CO2 wash، تمام؟ CO2 wash. كل نفس احنا بنتنفسه يا شباب، كل نفس احنا بنتنفسه ممكن ينقاس. كمل، يعني انا بس اخذت نفس هيك، اخذت نفس وطلعته، كمل اخذت وطلعت، انا هاي تسمى tidal volume. tidal volume اللي هو كمل لي من الهواء. ارجعوا اول البولمونري فانكشن تيست، اول محاضره بالريسبيراتوري موجوده، tidal volume اللي هو قديش انا بتنفس لما اخذ نفس، قديش كمية الهواء دخلتها وطلعتها. إذا يا شباب الـ respiratory rate والـ tidal volume هذول إذا ارتفعوا إيش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا CO2 wash، فبالتالي الـ PaCO2 حيصير إيش؟ قليل. كويس؟ طب أحيانا إحنا ممكن نرفع الـ respiratory rate بس نقلل الـ tidal volume، يعني بس نصير إحنا نتنفس، نصير نتنفس بسرعة اللي هو الشالو breathing. فبالتالي هل بصير CO2 wash بهي الحالة؟ ايش رايكم؟ ممكن ما يصير. فعشان هيك قلنا بدنا نجمع الـ respiratory rate والـ tidal volume بمعادلة واحدة ونسميها minute ventilation، اللي هي تساوي الـ respiratory rate ضرب الـ tidal volume. هاي ايش يا شباب minute ventilation؟ قديش بدخل عندنا هواء بالرئة أو بمر هواء على الرئة خلال دقيقة كاملة، هذا عدد التنفس بالدقيقة، بدقيقة واحدة ضربناه بالتايدال فوليوم اللي هو كمية النفس اللي بالنفس الواحد، فبيطلع لنا قديش؟ قديش نفس بالدقيقة. إذا المينت فنتيليشن هو التأثير الأساسي على وين؟ على البي اي سي او 2. المينت فنتيليشن هو أكثر مؤثر، بيأثر على البي اي سي او 2 أكثر من الريسبيراتوري ريت لحاله، أكثر من التايدال فوليوم لحاله، تمام؟ لأنه اثنين مع بعض لو جمعناهم بصير اسمهم مينت فنتيليشن. يعني لو رفعنا الريسبيراتوري ريت زي هون وقللنا التايدال فوليوم، المينت فنتليشن شو حيظل ثابت، فبالتالي البي اس او 2 ممكن ما يصير سي او 2 واش. اذا الفكره يا شباب اللي بدنا احنا نوصلها الى الفرق بين تاكيبنيا وهايبر فنتليشن وبرادبنيا وهايبو ventilation. شو الفرق بينهم؟ الفرق بالتكبني يا شباب زيادة بالrespiratory rate، الhyperventilation زيادة بالminute ventilation، برادبنيا نقص بالrespiratory rate، hyperventilation نقص بالminute ventilation. هذا ممكن يسوي هذا وهذا ممكن يسوي هذا، ولكن هم مصطلحات مختلفين شوي. فنرجع يا شباب هون ونشوف الـ CO2. الهايبر فنتيليشن اذا زياده المينت فنتيليشن، اوكي، هو اللي بيسبب ايش؟ CO2 wash. السي او 2 يا شباب هو عباره عن اسيد. طيب لو جينا هون رجعنا مره ثانيه وقلنا لك هذا البني ادم صار يتنفس بسرعه والتايدال فوليوم عادي خليناه ثابت مثلا، ايش حيصير بالمينت فنتيليشن؟ حترتفع. ارتفعت المينت فنتيليشن، ايش حيصير بالبي اي سي او 2؟ حينزل. هذا اللي نزل ايش؟ عباره عن اسيد.
لما الاسيد ينزل ايش حيصير عندنا؟ اسيدوسس ولا الكالوسس؟ حيصير عندنا الكالوسس. تمام، جميل جدا. اذا حيصير عندنا الكالوسس. معنى هذا الكلام نرجع هون وقلنا اذا صار عندنا سي او 2 ووش حيصير عندنا ايش؟ الكالوسس. ولكن اذا صار عندنا سي او 2 ريتنشن، يعني العكس، صار هايبو فنتيليشن وبلش يتجمع السي او 2 بالجسم وبطل يطلع، هذا حيرتفع الاسيد فبالتالي حيعمل ايش؟ اسيدوسس. شباب الكل فاهم لغايه الان؟ حد عنده سؤال؟ جميل، نيجي على اللي بعده. القراءة اللي بعدها يا شباب اللي بيفحص لنا اياها فحص الاي بي جي. طبعا الاي بي جيز الجهاز بيفحص لنا صوديوم، بوتاسيوم، بايكارب، بيفحص لنا اتش ايونز، بيفحص لنا كل شيء. تمام، وفي شغلات حتقرؤوها ما حنجيب سيرتها هون، موجودة بفحص الاي بي جيز. بيفحص الكترولايتس عادي، بيفحص لك كل شيء بدك اياه، جهاز متكامل يعني. طيب نيجي على الاتش سي او 3. الاتش سي او 3 بتعرفوا الباي كاربونيت، اللي هو عبارة عن اسيد ولا الكالاين يا شباب؟ هون عبارة عن الكالاين. من يتحكم بالالكالاين؟ من يتحكم بالاتش سي او 3؟ اللي هو الميتابوليك سيستم. ميتابوليك سيستم يعني رينال مينلي، وبرضه كمان بالجي اي سيستم. احنا ممكن نفقد البايكربونات مثلا مع الدياريا، فالدياريا كمان ممكن تعمل لنا اسيدوسس لانه نفقد بايكارب، نفقد الكالاين. فاذا الجي اي سيستم والرينال سيستم هذول الاثنين ممكن انهم ياثروا لي على البايكربونات. في شغلات ثانيه، نعم في شغلات ثانيه بس ما حندخل فيهم كلهم. النورمال بايكربونات من 22 الى 28 ملي جرام لكل ديسي لتر، هذا يا شباب النورمال. طيب اذا قل الاتش سي او 3 شو حيؤدي لنا؟ الى اسيدوسس، زي حاله الرينال تيوبلر اسيدوسس. قبل شوي انا بفقد بايكارب، بفقد 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 بايكارب زياده، ادى لي الى ايش؟ الى اسيدوسس. طب اذا انه زاد البايكربونات داخل الجسم بتؤدي لي الى ايش؟ الى الكالوسس. وبهي الحاله مين بيتحكم فيه؟ قلنا الميتابوليك، ميتابوليك سيستم. هون فوق مين بتحكم بالسي او 2؟ ريسبيراتوري سيستم. عشان هيك لو تغير السي او 2 مثلا، هون صار سي او 2 ووش مثلا بسبب انه الرئه قاعده بتتنفس زياده، بقول لنا ريسبيراتوري الكالوسس. اذا زاد السي او 2 بسبب انه الرئه صارت بطيئه بالتنفس بنسميه ريسبيراتوري اسيدوسس. اذا ريسبيراتوري نسبه للشيء اللي اثر على هذا الموضوع. تمام يا شباب، الان بدنا قبل ما ندخل هسه بكيفيه قراءه الاي بي جيز بدي اعطيكم مثال. مثال، هذا المثال على البولمونري امبوليزم. البولمونري امبوليزم يا شباب من اعراضه، تعرفوه كلكم، من اعراضه تاكيبنيا، صح؟ فاذا شو حيصير بالمينت فنتيليشن؟ اذا هون حيصير انه الريسبيراتوري ريت حيرتفع، فبالتالي حترتفع المينت فنتيليشن. هذا راح يؤدي الى انه البي اي سي او 2 ايش حيصير فيه؟ ماذا سيحصل للبي اي سي او 2؟ حينزل البي اي سي او 2. هذا راح يؤدي الى ايش؟ اسيدوسس. الكلوسس ايش بالضبط حيصير؟ حيصير اللي هو ريسبيراتوري الكلوسس. تمام، اذا صار ايش؟ اذا صار بي اي حيصير ريسبيراتوري الكلوسس. هذا شو بنسميه؟ هذا بنسميه البرايمري باثولوجي، اول شيء صار. طيب هون في عندنا الاتش السي او 2 نازل، هل الجسم راح يقعد يتفرج على الدم وهو الكالاين ويتركه الكالاين، ولا بيحاول انه يرجعه للاسيدك؟ حيصير الجسم هون يعمل ايش؟ كومبنسيشن. شو يعني كومبنسيشن؟ تعويض. كيف التعويض هذا بيتم؟ عن طريق انه هون الجسم شاف انه عندنا الكالوسس، شو بقوم بقول؟ بقول انا عندي المشكله بالسي او 2، شو بايدي هسه اتحكم؟ بتحكم بالاتش سي او 3. الاتش سي او 3 هل هو اسيدك ولا الكالاين؟ الاتش سي او 3 هو الكالاين. طب كونه انا عندي الكالوسس خليني اخفف من هذا الالكالاين اللي عندي، فببلش الاتش سي او 3 ايش؟ ينزل. وهذا الاتش سي او 3 ببلش ينزل لحد ما البي اتش، طبعا هون البي اتش شو صارت؟ البي اتش هون كانت مرتفعه الكالوسس، صح؟ لحد ما انه البي اتش ايش مالها؟ تبلش تدريجيا تنزل لحد ما نرجع البي اتش ايش تصير؟ نورمال. اذا رجعنا البي اتش هون للنورمال، هذا عباره عن عمليه كومبنسيشن. طيب معنى هذا الكلام اذا صارت هاي العمليه كامله، احنا شو حنقول عندنا؟ عندنا fully compensated respiratory
الكالوسس، fully compensated respiratory الكالوسس. هذا مثال. هسه بنجي نتعرف كيف رح نقراها على الاي بي جيز. طب لو جينا على مثال اخر، لنفرض انه واحد من المرضى عنده اند ستيج رينال ديزيز ونسي يغسل، فبالتالي بلشت اليوريا تعلى 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 عنده، فبالتالي جيت عنده لقيت عنده ميتابوليك ايش؟ اسيدوسس. مش تعمل ميتابوليك اسيدوسس؟ ميتابوليك اسيدوسس. شو حيكون عنده هذا المريض؟ على الاغلب حتلاقي عنده انه الاتش سي او 3 نازل، البي اتش بكون نازل، صح؟ هذا ميتابوليك اسيدوسس. طيب هاي الميتابوليك اسيدوسس ايش الجسم ببلش بده يعوض؟ بده يعمل ايش؟ كومبنسيشن. شو بقوم بيعمل هذا الجسم؟ بقول لك انا عندي هسه السي او 2 لانه هون المشكله ميتابوليك، فبدي اروح اعدل عن طريق ايش؟ شيء ثاني. فعندنا هون السي او 2، السي او 2 شو عباره عن ايش؟ اسيدك ولا الكلاين؟ عباره عن اسيدك. فبقوم بقول عندي اسيدوسس، فاذا بدي اخلص من السي او 2 اللي عندي. كيف بدي اخلص من السي او 2 اللي عندي؟ بدي ازيد سرعه التنفس. بيقوم بيعمل ايش؟ هايبر فنتيليشن، فبالتالي بيقلل ال بي اي سي او 2، بيؤدي لي الى انه يرجع ايش؟ نورمال بي اتش. ترجع، اذا رجعنا للنورمال بي اتش بهي الحاله شو بنسميه؟ بنسميه فولي كومبنسيتد ايش؟ ميتابوليك اسيدوسس. اتفقنا شباب؟ اتفقنا الفرق بين الكومبنسيشن والبرايمري. هون البرايمري كونديشن اللي هي هون، هاي البرايمري اللي هي ميتابوليك اسيدوسس. الريسبيراتوري هون شو عملت؟ عملت كومبنسيشن. فما بنقول والله ميتابوليك اسيدوسس مع ريسبيراتوري الكالوسس، لا، مع انه هون السي او 2 نازل، بنقول عنها ميتابوليك اسيدوسس مع فول كومبنسيشن. تمام؟ في فرق يعني. طيب نيجي هسه على كيفيه قراءه الاي بي جيز يا شباب. الاي بي جيز خطوات قراءته يا شباب بسيطه جدا مع امجد العفيف، جدا بسيطه. الخطوه رقم واحد، بتروح تتطلع على البي اتش. اذا كان البي اتش عالي اكثر من 7.35 الجواب الكالوسس، بس اذا كان البي اتش نازل اقل من 7.35 الجواب اسيدوسس. هاي الخطوه الاولى. شو ظل علينا؟ ظل علينا الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه شو بنعمل؟ بنروح نتطلع على البي اي سي او 2. إذا كانت الـ PaCO2 متغيرة بنفس الاتجاه تبع الـ pH معناته بنقول ميتابوليك. إذا كانت متغيرة بعكس اتجاه الـ pH بنقول عنها ايش؟ ريسبيراتوري. تعال خلينا ناخذ ايش؟ ناخذ مثال. المثال يا شباب، لنفرض واحد إجاك الـ pH تبعه يساوي 7.32 والـ HCO3 كان يساوي 10 والـ CO2 كانت تساوي 22. تعالوا اعطوني ايش الكونديشن اللي موجود عند هذا المريض. خطوه خطوه. رقم واحد قلنا بنطلع على البي اتش. بي اتش اسيدوسس ولا الكالوسس؟ نازله صح؟ اذا بنقول اسيدوسس. رقم اثنين بنطلع على السي او 2. نازله؟ نازله. يعني نفس اتجاه البي اتش ولا عكسه؟ هاي نازله وهاي نازله، الثنتين نفس الاتجاه. اذا نفس الاتجاه شو بتقول؟ ميتابوليك. تمام؟ اذا هاي ميتابوليك اسيدوسس. تعال خلينا نشوف مثلا قراءه ثانيه. لنفرض انه البي اتش طالع هون لسه ما احتجنا البايكربونات، تمام؟ هاي بدي اعطيك اياها بدون بايكربونات. البي اتش تساوي 7.47 والسي او 2 والبي اي سي او 2 هنا بي اي سي او 2 تساوي مثلا 25. يلا اقرأوها. رقم واحد، الـ pH شو مالها؟ مرتفعة ولا نازلة؟ مرتفعة. هذا إذا إيش؟ الكالوسس. رقم اثنين، الـ CO2 الطبيعي 7 اللي طبيعي 35 ل 45، 35 ل 45. هون شو مالها؟ نازلة، عكس الاتجاه. كونه عكس الاتجاه إيش بنقول؟ ريسبيراتوري. هون مع الاتجاه مع بعض الثنتين نازلات بنقول عنهم ايش؟ ميتابوليك. تمام؟ اذا هون ريسبيراتوري ايش؟ الكالوسس. ناخذ مثال ثاني، البي اتش تساوي 7.5 والسي او 2 البي اي سي او 2 تساوي 25 لا 55. 55 اوكي؟ يلا
رقم واحد الـ pH مرتفع، إذن الكالوسيس. رقم اثنين هذا مرتفع وهذا مرتفع، اثنين نفس الاتجاه، اثنين مرتفعين مع بعض، إذن ايش؟ ميتابوليك، إذن ميتابوليك الكالوسيس. واضحة شباب؟ سهلة؟ حلوة؟ جميلة؟ جميلة؟ جميلة. طيب نيجي على اللي بعده. بهاي الحالة أنت قدرت تقرأ ايش؟ هون قرأنا البرايمري، شو ضل عندنا؟ ضل عندنا الكومبنسيشن. اها كومبنسيشن، جميل. هنحكي عن كومبنسيشن بعد شوي. ندخل هون على مثلا ميتابوليك اسيدوسس. ميتابوليك اسيدوسس يا شباب الموست امبورتنت كوز للنورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس هو دياريا وار تي اي، قبل شوي حكينا لكم اياهم. والار تي اي اليورين انيون جاب بيكون بوزيتيف، الدياريا اليورين انيون جاب بيكون نيجاتيف، حكيناها قبل شوي بالمحاضره الماضيه بالموضوع الماضي. ايش يعني انيون جاب يا شباب؟ انيون جاب مره ثانيه هون الانيون جاب يساوي الصوديوم ناقص الكلورايد زائد ال HCO3. هذا سالب وهذا سالب، بنطرحهم من ايش؟ الصوديوم اللي هو موجب. الطبيعي انه يكون 10، ما بين 6 الى 12، تمام؟ هذا الطبيعي. فلو اجينا على اي بني ادم يا شباب، دائما اي بني ادم شفنا الاي بي جي تبعه عنده ميتابوليك اسيدوسس، الخطوه الثانيه اللي لازم اعملها اني اشوف الانيون جاب. ليش بدي اشوف الانيون جاب؟ وليش اصلا عملت اي بي جيز انا؟ عشان اوصل لتشخيص. معنى هذا الكلام الاشياء اللي بتعمل ميتابوليك اسيدوسس كثار، هيهم جدا، كنت طلع هذول كلهم ميتابوليك اسيدوسس، لكن طلع الانيون جاب هون بيعمل لي مع وايد انيون جاب، هذول بيعملوا لي مع ايش؟ نورمال انيون جاب. واهم اسبابهم الار تي اي هيها، والدياريا دياريا 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 هيها، هذول اهم اسباب والموست كومن بالنورمال انيون جاب. لكن بالهاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس مثلا دي كي اي، اليوريميا الرينال فيلر مثلا، طلعت عملنا هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس. الاسكيميا هاي انيون جاب، اللاكتيك اسيدوسس بسبب واحد من الله اخذ ميتفورمين او صار عنده مثلا ميتابوليك اسيدوسس بسبب الدراجز، عملت له لاكتيك اسيدوسس، هذا بعملنا وايت انيون جاب. اتفقنا يا شباب؟ فاذا ضروري نفحص الوايت انيون جاب، تمام؟ طيب وبدي ازيدكم من الشعر بيت، شغله مهمه جدا لازم تعرفوها. لو افترضنا انه اجاك واحد كالتالي، صلوا على النبي، كان عندنا الـ pH تساوي 7.4 والـ HCO3 كانت قديش طبيعي؟ 26، والـ CO2 كان يساوي 40 which is normal صح؟ وكان عنده الصوديوم تساوي 135 والكلورايد كانت تساوي 80، ايش كمان بدنا؟ بس هذول. ايش وضع الاي بي جيز يا شباب؟ ما هي قراءات كل الاي بي جيز؟ الاي بي جيز انا قلت سوي رعد. نورمال، تمام. تعالوا خلينا نشوف البي اتش 7 هون نورمال، 7.4 7.4 سوري، هون كان نورمال، هون كان نورمال. طب شو بدنا نفحص؟ الانيون جاب مع انه نورمال، مع انه نورمال. شو الصوديوم ناقص الكلورايد زائد ال HCO3، فبالتالي 135 ناقص ما يسمى ب 80 زائد 26، إذا 135 ناقص 106 ويساوي 29. إذا هاي انيون جاب، هاي انيون جاب. بزبط أقول هاي انيون جاب بدون ميتابوليك أسيدوسس؟ هاي انيون جاب بدون ميتابوليك أسيدوسس تزبط؟ لا. فبالتالي هذا عبارة عن هاي انيون جاب ميتابوليك أسيدوسس. دكتور الاي بي جيز نورمال، بعرف إنه نورمال، بس هذا كونه في عندنا هاي انيون جاب، كون في عندي هاي انيون جاب، اذا في عندنا ميتابوليك اسيدوسس، تمام؟
كيف ليش ما حداش يسأل؟ في هاي انيون جاب يعني فيها ميتابوليك اسيدوسس. اذا جاك سؤال هيك بهي الطريقه وقال لك شو قراءات الاي بي جيز، بتقول له هذا عباره عن ميتابوليك اسيدوسس هاي انيون جاب، لانه الانيون جاب عالي طنش قراءات الاي بي جيز كامله. خلاص انيون جاب عالي معناته حتى لو الاي بي جيز كان نورمال هذا بنعتبره ميتابوليك اسيدوسس. تمام، هاي اهميه الانيون جاب يا شباب. طبعا غير انه احنا قلنا والله نتوقع كيف وضع الاسيديتي تبع الدم حتى لو كان الاي بي جيز نورمال ممكن يطلع في عندنا اسيدوسس. هون بهي الحاله لاحظ في الاسباب تبعون هاي انيون جاب والنورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس، لازم كمان نفرق بينهم. تمام، فهذول حفظ، هذول حفظ. اوكي اوكي نيجي على اللي بعده. كومبنسيتد او لا؟ لا. تمام، نيجي على اللي بعده اللي هو ميتابوليك الكالوسيس. ميتابوليك الكالوسيس الفكره فيه انه زايد عندنا البايكربونات. احنا قلنا البايكربونات الكالاين اذا ارتفع بال HCO3 حيؤدي الى ارتفاع البي اتش، وهذا حيؤدي برضه كمان لارتفاع CO2 ككومبنسيشن. فتعال خلينا نقرا البي اتش مرتفع الكالوسيس، هذا نفس الاتجاه للميتابوليك. واضحه؟ فاذا هون يا شباب ليش احنا بنفقد البايكربونات؟ جي اي لوس مثلا، جي اي ليش ليش بصير عندنا زياده بالبايكربونات؟ جي اي لوس اوف ايش؟ اوف اسيد. يعني فوميتنج احنا بنفقد ايش؟ اتش ايونز، بنفقد اتش سي ال. الاتش سي ال شو يساوي؟ اتش ايونز زائد كلورايد السالب، صح؟ فاحنا بنفقدهم هذول الاثنين، فصير عندنا هايبوكلوريميك وبرضه بنفقد بوتاسيوم. هايبوكلوريميك هايبوكاليميك ميتابوليك ايش؟ الكالوسيس. تمام، هايبوكلوريميك هايبوكاليميك ميتابوليك الكالوسيس، هاي بتصير بحالات الفوميتنج، تذكروها مهمه جدا وبتنعاد. كونس كاشنج هايبوكاليميا دايوريتكس ممكن تعمل كمان، وميلك الكالي سندروم، هذول الناس اللي بياخذوا ليكويد انتاسيدز المنيوم كونتيننج انتاسيدز بكميات كبيره اللي هي عباره عن الكالاين، فبالتالي انت بتجمع الكالاين 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 بجسمك فحيصير عندك الكالوسيس. شو بضل عندنا يا شباب؟ ريسبيراتوري اسيدوسيس اند الكالوسيس مع بعض حاط لك اياهم هذول، اللي هو المينت فنتليشن يعتبر مور امبورتنت، اللي هو يساوي ريسبيراتوري ضرب التايدال فوليوم حكينا فيه. الريسبيراتوري الكالوسيس يا شباب لما يزيد المينت فنتليشن ويصير في عندي سي او 2 ووش بيؤدي لي الى ايش؟ الى ريسبيراتوري الكالوسيس. شو الشيء اللي بيعمل كومبنسيشن؟ الميتابوليك سيستم اللي هو الاتش سي او 3. شو حيصير فيه اذا صار في عندي السي او 2 ووش نزل؟ شو حيصير بال HCO3؟ انا فقدت اسيد فصار الكالاين، بقوم بدي اقلل الالكالاين عندي، بطلع ال HCO3 لبرا، اذا بينزل ال HCO3. نزول ال HCO3 هذا اسمه ميتابوليك اسيدوسيس. اذا الميتابوليك اسيدوسيس هون تعتبر ككومبنسيشن، نفس الكومبنسيشن اللي احنا حكينا عنه قبل. ديكريز من الفنتليشن بزيد لل PaCO2، فزاد الاسيد ايش حتعمل؟ حتزيد ال HCO3. زياده ال HCO3 شو بنسميها؟ ميتابوليك الكالوسيس، صح؟ فهي تعتبر ككومبنسيشن. الكومبنسيشن تبعها اللي هو التعويض تبعها شو بكون؟ تمام، طبعا هون اسبابهم زي ما انتم شايفين انيميا انزايتي فيفر اي شيء بيرفع الريسبيراتوري ريت، حتى بولمونري امبوليزم هون حاطين لك اياها. وهون الكوزز شباب اي شيء بيقلل الريسبيراتوري ريت يا شباب، اي شيء بيقلل المينت فنتليشن اللي هو السيفير ازمه. هون سيفير ازمه لايف ثريتنج، لكن مايلد ازمه انتبهوا هي مهمه جدا. مايلد ازمه بصير الريسبيراتوري ريت مرتفع عشان يعوض، لكن باللايف ثريتنينج ازمه العضلات تبعون التنفس بيكون فيهم فتيج بتضعف، فبلش الجسم يجمع سي او 2. طبعا الريسبيراتوري كومبنسيشن دائما سريع يا شباب، دائما سريع. يعني لو رجعنا هون مثلا على 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 الكومبنسيشن شطبناه سكرناه سكرنا الكومبنسيشن، لو افترضنا تبع البولمونري امبوليزم مثلا وتبع الاند ستيج رينال ديزيز، هون اللي صار انه نزل البي اي سي او 2 فادى لي الى ارتفاع البي اتش، صح؟ اوكي؟ هذا بشكل برايمري. هون يا شباب شو اللي صار؟ اللي صار انه نزل ال HCO3 ادى لي الى نزول البي اتش. هاي شو بنسميها؟ هاي بنسميها ريسبيراتوري الكالوسيس، وهاي بنسميها ميتابوليك اسيدوسيس، صح؟ وين الكومبنسيشن حيصير؟ الكومبنسيشن هون حيصير يا شباب عن طريق البايكربونات. اوكي، والكومبنسيشن هون حيصير عن طريق ايش؟ البي اي سي او 2. الكل متفق معي؟ مزبوط. البي اي سي او 2 يا شباب على السريع خلال اقل من ساعه، خلال ممكن اقل من نص ساعه كمان يكون التنفس زايد، تمام، وبلش يطلع السي او 2
ونزلنا السي او 2 والامور تمام. اذا الكومبنسيشن هون شو ماله؟ سريع رابيد، على السريع بصير عندنا كومبنسيشن. فاي واحد بيجيك مثلا عنده رينال فيلر وعنده ميتابوليك اسيدوسس عادي يتوقع انه الاتش او 3 شو ماله؟ بسرعه بينزل. يعني بالاكيوت ميتابوليك اسيدوسس بسرعه بينزل الاتش او 3 بينزل السي او 2. لكن بحاله البلمونري امبوليزم يا شباب هذا بده تقريبا يومين لثلاث ايام لحتى يبلش يتغير. ففي حالات الاكيوت بي اي اول يوم يومين حتلاقي القراءات هيك وحتلاقي الاتش او 3 نورمال. هاي لما يكون السي او 2 الاتش او 3 نورمال هون انت بتقول اكيوت عن الحاله. اذا الاتش او 3 بلش يتغير ونزل وقتها صار لها فتره طويله. اذا يا شباب هاي الطريقه بقدر افرق بين بالريسبيراتوري الكالوسيس او ريسبيراتوري اسيدوسيس عن طريق الاتش او 3 بقدر افرق اذا القصه صارت اليوم مثلا ولا القصه لها مثلا اكثر من يومين. اتفقنا؟ عشان هيك انا شو حاط لك هون بالمربع هذا بقول لك انه الريسبيراتوري كومبنسيشن سريع ولكن الميتابوليك كومبنسيشن بده تقريبا يومين لثلاث ايام. عشان هيك الريسبيراتوري بروبلمز لما يكون ميتابوليك كومبنسيشن موجود يعني الاتش او 3 متغير وقتها هذا الايتيولوجي لها اكثر من 48 ساعه، السبب له اكثر من 48 ساعه. واضح الامور؟ حد عنده سؤال؟ تفضل يا مصعب. Which disease can cause wide onion gap with normal readings؟ أي واحد بيعمل أسيدوسس، أي واحد بيعمل هاي أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسس ممكن يعمل هيك عادي. رينال فيلر، لاكتيك اسيدوسس، شوك، اي تمام. احنا بنطلع على الهاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس كلهم نفس الشيء حتى لو كان الاي بي جيز يعني واصل لمرحله نورمال. اوكي يعني مش المشكله بالديزيز، المشكله ب او الموضوع بانه خلص كلهم يعتبروا هاي انيون جاب. نيجي على الدبل ميكس ديسوردر. بس صراحه انا قبل الدبل ميكس ديسوردر لازم احكي لكم عن أمثلة على الكومبنسيشن والفرق بين فول كومبنسيشن وبارشيالي كومبنسيشن. تمام؟ يعني مثلا نيجي على هذا المثال اللي هو الـ pH يساوي 7.32 الـ HCO3 يساوي 12 والـ CO2 PaCO2 يساوي 26. ايش هذا؟ شو الفرق بين هذول الاثنين؟ اوكي تمام كلكم قلتوا لي انه هون نازل اذا كان اسيدوسس وهذا نازل معاه نفس الاتجاه اثنين اذا ايش؟ ميتابوليك صح؟ هذا قلنا عنه نورمال كونه هذا نورمال رحنا هون لقينا هذا نازل وهذا نازل معناته هل هذا نورمال؟ اوكي اذا طلعنا يا شباب على البي اتش كان نورمال والسي او 2 متغير وقتها راح اعتبر البي اتش ابنورمال تمام؟ وراح اجي اقول لك شو بالنسبه للبي اتش هون؟ هل هذا البي اتش اقرب للنزول ولا اقرب للارتفاع؟ هون اقرب للنزول ولا اقرب للارتفاع؟ اقرب للنزول، اذا بعتبره نازل وهون نازل، اذا اثنين نفس الاتجاه، كونه هذا نازل بقول اسيدوسس وكونه هذا نازل معه بنفس الاتجاه اذا بقول ميتابوليك، اثنتين ميتابوليك اسيدوسس، لكن شو الفرق؟ انه هذا راجع للنورمال، ليش هذا رجع للنورمال؟ لانه هون الباي كارب لاحظ بلش ينزل ورجع لي اياه للنورمال، اذا شو بقول عنه؟ كومبنسيتد. اذا هذا عباره عن ايش؟ كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوسس، هذا شو بنسميه؟ بنسميه انكومبنسيتد. لانه ايش؟
البي اتش هون ما رجع للنورمال. ضن شباب؟ واضح الامور؟ جميل. هذا ينطبق على كل قراءات الاي بي جيز. دائما اذا لقيت البي اتش نورمال والسي او 2 مش نورمال، بتروح تشوف البي اتش اقرب للنزول ولا للطلوع وبتمشي عادي، بتكمل على الاجراءات الطبيعي. بس اذا كان واصل نورمال، الفرق انه حنسميه كومبنسيتد. تمام يا شباب؟ اوكي. البايكارب بيعلى عشان يعدل الاسيد. اوكي تمام، وصلت الفكره. مزبوط. ممكن هون احيانا، ما هو الارقام هاي اذا بدي اجيب لك اياها بدنا نطبق هاي المعادلات. شايفين المعادلات هاي؟ نطبق هاي المعادلات، يعني عشان اجيب لك مثال حقعد نص ساعه ونظبط لك بالمعادله. فلا، خلينا هيك مبدئيا. انت كلامك صح، الباي كارب المفروض انه يبلش يرتفع هون، يعني هو وصل ل 12 المفروض يبلش يرتفع عشان يرجع ينزل هاي. تمام. اوكي، المثال الثاني نازل. نازل، اكيد نازل، اكيد نازل، لانه هون حيعمل كومبنسيشن، فبيصير ينزل، بصير ينزل عشان يعدل ايش؟ يعدل ال الاسيدوسس. اتفقنا؟ لانه هو عباره عن الكالاين. تمام. طيب نيجي على، او سوري، هون السي او 2 هو اللي بيعدل، لانه هو ميتابوليك. هون البايكار بتغير هو بالاول، بعدين السي او 2 بيرجع يغير لك. صح يا قيس؟ هون السي او 2 هو اللي نزل عشان يعدل الاسيدوسس. السي او 2 هو اللي نزل، سوري، العكس يعني، انت حكيت العكس. اوكي. طب نيجي على المعادلات يا شباب. هذول المعادلات او التيبل اللي قدامكم عشان نشوف ما يسمى بدبل اسيد بيس ديسوردر. كيف دبل اسيد بيس ديسوردر يا شباب؟ تعال خلينا نشوف مثال. مثال لواحد عنده اند ستيج رينال ديزيز، زائد كمان ربنا بلاه وصار عنده بولمونري امبوليزم مع بعض. وهذا المريض يا شباب الاند ستيج رينال ديزيز عامله له ميتابوليك اسيدوسس، والبولمونري امبوليزم عامله له ريسبيراتوري، بلشنا نصعب الموضوع، الكالوسس. كيف حيبين على الاي بي جيز؟ هذا اثنين مع بعض، مشكلتين مع بعض. فبالتالي هون اسيدوسس، هذا البي اتش تبعه حيصير ايش؟ حيصير ينزل، والاتش سي او 3 حيصير ايش؟ كمان ينزل. هون حيصير البي اتش يرتفع والسي او 2 حيصير ينزل، والاتش سي او 3 حيصير ينزل، والسي او 2 حيصير هون كمان ينزل ككومبنسيشن، وهذا ككومبنسيشن. صح؟ فبالتالي القراءات كلها حتتخربط، ايش حينزل يطلع. لاحظ هنا البي اتش ممكن يرجع للنورمال ممكن لا. طب انا كيف بدي اعرف انه فعليا في عندي مشكلتين مع بعض؟ لازم نطبق هاي المعادلات. تعالوا نشوف كيف بنطبق هاي المعادلات يا شباب، وكيف بدنا نستغلها. حناخذ معادله، حنطبق اللي هي هاي المعادله بحالات الاكيوت ميتابوليك اسيدوسس، وهاي هي اللي بيجي عليها السؤال. باقي المعادلات ما حنطبق عليهم كثير، بس بالنتيجه حتخلص زي ما طبقنا على المعادله الاولى، حنطبق على باقي المعادلات. اتفقنا؟ هون يا شباب الميتابوليك اسيدوسس اذا كانت موجوده، لازم يكون البي اي سي او 2 يساوي 1.5 ضرب البايكربونات زائد 8 زائد ناقص 2. تعالوا نشوف على الموضوع هذا اللي اخذناه هون مثلا. هون في عندي ميتابوليك اسيدوسس، فاذا هاي ميتابوليك اسيدوسس. هون نيجي بنطبق هاي المعادله، كويس، اللي بدنا نطبق عليها هسه. قلنا انه البي اي سي او 2 لازم انه يساوي 1.5 ضرب الاتش سي او 3 زائد 8، هذول كلهم زائد ناقص 2. تمام. فهون البي اي سي او 2 شو تساوي؟ هيها 26. 26 هل تساوي 1.5 ضرب ال 12 زائد 8 زائد ناقص 2؟ هل تساويها؟ تعالوا نشوف. 26 تساوي 1.5 في 12 قديش تطلع يا شباب؟ 18. كيف حسبناها بسرعه؟ زائد 8 زائد ناقص 2. اذا هل تساويها؟ 26 تساوي 18 زائد 8 قديش؟ 26 زائد ناقص 2. هل تساوي 26 تساوي 26 زائد ناقص 2؟ الجواب نعم. تمام؟ فإذا شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه إحنا فعلا عندنا بس ميتابوليك أسيدوسس، فيش إشي ثاني، لأنه هون طلع حسب المعادلة كل شيء حسب المتوقع. تعالوا ناخذ مثال ثاني، اللي هو مثلا لنفرض انه الـ pH كان يساوي 7.3 والـ CO2 كان يساوي مثلا
32 وال HCO3 كان يساوي 10. تاخذ ناخذ هذا المثال. هسه المفروض انه ال PaCO2 يساوي 1.5 بال HCO3 زائد 8 زائد ناقص 2. فهون شو حنقول؟ حنقول انه 32 هاي هل تساوي 1.5 في 10 زائد 8 زائد ناقص 2؟ 32 هل تساوي 15 زائد 8؟ هون 15 هاي و8 شو تساوي؟ 23. هل تساوي 23 زائد ناقص 2؟ الجواب لا. الجواب لا. معناته هون المفروض الـ CO2 شو يساوي؟ 23 زائد ناقص 2. هون في عندنا إذا بتلاحظوا تقريبا 9 مليمتر ميركوري، 9 مليمتر ميركوري CO2 شو ماله؟ زيادة. الـ CO2 عندي زيادة عن الإشي المتوقع 9 مليمتر ميركوري. هذول الزيادة من وين اجوا؟ من الريسبيراتوري اكيد، لانه الريسبيراتوري هو اللي بيتحكم فيه. زياده السي او 2 شو يساوي؟ اسيدوسس ولا الكالوسس؟ اسيدوسس. اذا في عندي هون كمان ريسبيراتوري اسيدوسس. معنى هذا الكلام لو جيت هون شو اعمل؟ لاحظ هون اسيد، هون نازل، نازل بنفس الاتجاه اذا ميتابوليك. اذا في عندي ميتابوليك اسيدوسس زائد ريسبيراتوري اسيدوسس مع بعض. واضح الأمور شباب؟ طلع صعب الطب صح؟ ما بدي أحكي لك كيف جبت المثال بسرعة؟ جبته. تعال نشوف مثال آخر، يلا نجيب لك إياه بسرعة كمان. لنفرض أن الـ pH هون يساوي 7.31 وكان الـ HCO3 يساوي 20 وكان الـ PaCO2 تساوي 22. يلا جبت لك اياها بسرعة كمان. ايش حيصير عندنا؟ تعال نشوف هون حيكون أسيدوسس لأنه نازل، وهون الـ CO2 كمان نازل، اثنين بنفس الاتجاه، إذا شو حنقول؟ ميتابوليك. تعال نشوف ورا هون معادلة الميتابوليك أسيدوسس، فحنقول انه نفس المعادلة الـ PaCO2 لازم انه يساوي 1.5 ضرب الـ HCO3 زائد 8 زائد ناقص 2. فهون نيجي بنعوض، هيها 22. هل 22 تساوي 1.5 في 20؟ 30 صح؟ زائد 8 زائد ناقص 2. هل 22 تساوي 38 زائد ناقص 2؟ نو. اذا قديش عندي انا فرق بالسي او 2 هون؟ السي او 2 عندي من 22 ل 38 قديش؟ حوالي ما خدناهاش هي صح؟ 16. 16 زياده ولا نقص؟ نقص. نقص السي او 2 حيكون اسمه ريسبيراتوري. ريسبيراتوري ايش نزول السي او 2؟ اسيدوس ولا الكلوسس؟ نقص السي او 2. CO2 عبارة عن أسيد، لما ينزل يكون الكالوسس. إذا في عندي إيش؟ شغلتين، شو هن؟ ميتابوليك أسيدوسس زائد ريسبيراتوري إيش؟ هيها الكالوسس مع بعض. تمام؟ ميتابوليك أسيدوسس زائد ريسبيراتوري الكالوسس مع بعض. هل ريسبيراتوري الكالوسس هاي تعتبر كومبنسيشن لهذا؟ لا. مش كومبنسيشن. لانه الكومبنسيشن شيء ثاني. هون في عندي مشكلتين منفصلات عن بعض، الثنتين مؤثرات على الاي بي جيز. اوكي تمام، فاهمين شباب كلكم؟ هذا الحكي يا شباب ينطبق على باقي المعادلات. فاذا شباب هسه بشوف لك يا عبد الله، لسه ما شفته، انسخه مره ثانيه وبعث لي اياه بس لما احكي لك. تمام، وهذا ينطبق على ميتابوليك اسيدوسس الكالوسس، كمان ينطبق على الاكيوت ريسبيراتوري اسيدوسس، على الكرونيك ريسبيراتوري اسيدوسس، على الاكيوت ريسبيراتوري الكلوزس. كل واحد له زي ما انتم شايفين معادلته، وبنفحص بتشوف هل في زياده ولا قله عن ايش؟ عن المتوقع. احمد بيقول لي هل لازم نفحصهم نحفظهم؟ سوري، احفظ هاي المعادله لانه السؤال حيجيك عليها. مين عنده سؤال؟ خلال المرضين ممكن البي اتش تكون نورمال؟ طبعا
وما بنسميه compensated. وقتها ما بنسميه compensated. تمام؟ الكومبنسيشن لما يكون عندي سنجل ديسوردر بحكي بالكومبنسيشن، لما يكون عندي مشكلتين مع بعض ما بتجيب سيره الكومبنسيشن بالمره، لا تحكي فيه بالمره، تمام؟ طيب هسه يا شباب شو ضل علينا اخر شيء بالاي بي جيز اللي هو الاستيميتد تريبل اسيد بيس ديسوردر. هون يا شباب هذا ادفانسد صراحه. حاط الاسئله من تقريبا يا احمد. هون يا شباب تريبل اسيد بيس ديسوردر، تريبل اسيد بيس ديسوردر هذا عباره عن شيء ادفانسد، يعني بالعاده هذا صراحه ما بيجيكوا عليه لا بامتياز ولا ب طب عام بامتحانات الاقامه، بيجيكوا عليه بعد ما تصيروا مقيمين باطني بعد سنه ثالثه، تمام، او مقيمين تخدير تكونوا، يعني شغلتكم الاي بي جيز بدها تكون او اخصائي اي سي يو او اخصائي طوارئ مثلا. اوكي بيجيك. شو الفكره فيه؟ انه بكون ثلاث شغلات مع بعض. فمثلا لو كان عندي زي المثال الثاني مثلا ميتابوليك اسيدوسس وكان عندي هاي انيون جاب، تمام، زائد ريسبيراتوري الكالوسس مع بعض. بعدها بعد ما نخلص من هاي العجقه اللي احنا وصلنا لها، في خطوه اخيره لازم تعملها، تفحص ما يسمى بدلتا دلتا. دلتا دلتا ما حناخذ عليها امثله ولا اي شيء، خلص بس بدي تعرفوها هي. دلتا دلتا شو يعني؟ هو تغير الانيون جاب على التغير بايش؟ بالبايكربونات. بتروح تفحص الانيون جاب اللي هو التغير في الانيون جاب اللي هو يساوي انيون جاب ناقص 10. هذا التغير بالانيون جاب اللي هو الانيون جاب تبعك اللي هو وطلع معنا مثلا 30، النورمال 10، قديش متغير الانيون جاب؟ 20، تمام؟ تقسيم التغير بالبايكربونات اللي هو يساوي البايكربونات ناقص ايش؟ 24. عندك البايكارب مثلا 30 بتنقص 30 ناقص 24 يساوي مثلا 6 وهكذا. شو بتقوم بتسوي فيهم؟ تقسمهم مع بعض. التغير بالانيون جاب بتقسمه على التغير بالبايكربونات. اذا طلعت النتيجه من 1 ل 2 هون بتحط نقطه وبتقول خلص انتهت المشكله، عندنا احنا بس دبل ديسوردر. اذا كان عندنا النتيجه كانت اقل من 1 بتقول عندك شغله ثالثه، واذا كانت اكثر من 2 بتقول عندنا شغله ثالثه. شو الشغله الثالثه؟ اذا كان اقل من 1 بتكون الشغله الثالثه كمان نورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس، يعني بكون عندنا هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس مع ريسبيراتوري الكالوسس مع كمان نورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس، ثلاث شغلات مع بعض. اما اذا كانت الدلتا دلتا اكثر من 2 شو بكون عندنا؟ بكون عندنا ميتابوليك اسيدوسس هاي انيون جاب مع ريسبيراتوري الكالوسس مع كمان ميتابوليك الكالوسس معهم،